يشارك اليوم في مراكش في هذا الحدث الهام اللي هو أسبوع مشروع ميتمد، اللي هو مشروع إقليمي ممول من طرف الاتحاد الأوروبي نطوره كريكري كمركز إقليمي للطاقة المجدد كفاءة الطاقة في القاهرة بالتعاون مع ميدينر الشبكة المتوسطية للوكالات الوطنية لكفاءة الطاقة، وبالتعاون كذلك مع الوكالات الوطنية وفي المغرب مع الأمي مع الوكالة المغربية لنجاعة الطاقة. المشروع يركز وكذلك هذه الأيام سوف نركز على كيفية تحسين كفاءة الطاقة في قطاع الأبنية والأجهزة الكهربائية. كما تعلمون قطاع الأبنية يساهم أو يستهلك 40% من موارد الطاقة ويساهم تقريبا 36% من الانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي مهم جدا أن نركز على هذا القطاع بحيث يعني على مستوى السياسات على مستوى الإطار التشريعي على مستوى خلق المناخ المناسب لجلب الاستثمارات لهذا القطاع وإشراك القطاع البنكي والمؤسسات المانحة الدولية والوطنية في هذا المجال، وكذلك طبعا بناء القدرات في هذا المجال. كذلك نحتاج إلى العمل بشكل وثيق مع مختلف الفاعلين سواء المؤسسة الحكومية أو القطاع البنكي أو المجتمع المدني وغيره من الفاعلين في قطاع الطاقة. إذن خلال 3 أيام سوف نناقش كل النواحي المتعلقة بكفاءة الطاقة في الأبنية والأجهزة الكهربائية وكيفية المساهمة في تسريع عجلة الانتقال الطاقي وتحقيق الأهداف المناخية بما فيها الحياد الكربوني بحلول 2050.